تنظيم هذا اليوم كيدخل في إطار التعريف بالدور المهم ديال التعاونيات، وهو منتدى جهوي لإحداث وتحفيز التعاونيات. التعاونيات لعبوا واحد الدور جد مهم في الماضي، الآن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الآن أصبحت باش التعاونيات تلعب دور خدماتي ومقاولتي، لأولا باش تخلق واحد الشغل في الجهة ديالنا، وكذلك تلعب واحد الدور ديال التنشيط وديال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة ديالنا، لجهة كتزخر بمؤهلات جد مهمة وكتلعب واحد القاطرة ديال التنمية الفلاحية. 650 تعاونية فيها أكثر من 230 أو 235 تعاونية في المنطقة ديال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة. هذا واحد النسيج اجتماعي كبير جدا اللي الآن أصبح واجب علينا باش نوضعوا واحد البرنامج للتأهيل ديالو ولتحديد الأهداف ديالو وتحديد كذلك برنامج العمل. Thank you.